السلام عليكم. شاهد ماذا فعل الفيل عندما هجم عليه الأسد. لحظات تم تصويرها بالكاميرا لم يصدقها أحد، سبحان الله. وفي هذا الفيديو نقدم لكم أفضل 10 فرائس يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من الحيوانات المفترسة، ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. أولا الخنزير. الخنزير هو من الحيوانات البرية الصغيرة، وله مخالب يحفر بها ليختبئ وليتجنب من مواجهة الحيوانات المفترسة، ولكن عندما يحمون أطفالهم لا يوجد خيار لهم سوى القتال. سوف يقاتلون ليس لحماية أنفسهم ولكن لحماية أطفالهم، والعائلات يمكنهم الركض بسرعة نحو أطفالهم لحمايتهم من الحيوانات المفترسة. ويستخدم فكه القوي مع قرونه الحادة لإلحاق الضرر بالحيوانات المفترسة، ويستمر الخنزير في الهجوم حتى تغادر الحيوانات المفترسة. هذا هو خيارهم الوحيد لإنقاذ حياة أطفالهم. ثانياً الحمار الوحشي. الحمار الوحشي هو واحد من أكثر الحيوانات المفضلة للإفتراس والأكل لدى الحيوانات المفترسة. ليس لأنه هدف سهل، بل اصطياد حمار وحشي صحي كامل يعتبر أمر صعب جداً للحيوانات المفترسة، لأن الحمار الوحشي خطير جداً ولديه القدرة للدفاع عن نفسه. هم قادرون على العض بقوة، وتعتبر أفضل آلية للدفاع عن نفسهم هي الركلة القوية. ركلته أقوى من ركلة الحصان، وهم قادرون على قتل أسد بمجرد ركلة واحدة قوية. عادة ما يصطاد الأسد المفترس طفل حمار وحشي، ولكن لا يزال الأمر ليس بهذه السهولة، بالإضافة إلى أن الحمار الوحشي يوجد على جسمه خطوط سوداء وبيضاء، وهذه الألوان تجعل الأمر أكثر صعوبة على المفترس لتمييز أي حمار وحشي فردي. رقم 3 الزرافة. الزرافة هي أطول الثدييات الحية في العالم بسبب حجمها وطولها البالغ. الزرافة لا تخاف من الحيوانات المفترسة، وهو أمر خطير جدا على الحيوانات المفترسة. بعض الحيوانات المفترسة قادرة على إسقاط زرافة كبيرة، مثل مجموعة الأسود التي يمكن أن تفترس الزرافة بسهولة. ولكن سبحان الله، الأسد لم يقدر أن يفترس زرافة بدون مجموعة معه. وإذا حاول الأسد أن يفترس زرافة صغيرة ومعها أمها، سيكون الأمر خطير على الأسد بالطبع. رقم 4 الجاموس. الجاموس هو واحد من أكثر الحيوانات المفضلة لدى الحيوانات المفترسة أيضا، وهو هدف للأكل من قبل الحيوانات المفترسة. الحيوانات المفترسة الأولية للجاموس هي الأسود، لأنهم أكثر عرضة للخطر، لأن الجاموس يمكن أن يذهب بسرعة بطيئة للغاية تصل إلى 57 كيلومترا في الساعة فقط. لكن هذا لا يعني أن الأسد لا يمكنه افتراس الجاموس بسهولة. نعم الجاموس فريسة سهلة، ولكنها لا تزال تستطيع الدفاع عن نفسها من الحيوانات المفترسة. لديهم قوة كبيرة مع الجسم القوي العضلي، قرونهم الطويلة الحادة التي يمكنهم استخدامها للشحن ومواجهة الحيوانات المفترسة وإلحاق أضرار جسيمة بهم. الجواميس هي أيضا اجتماعية، وهم يحبون أن يعيشون في مجموعة كبيرة تتكون من مئات الأعضاء، وعندما يفترس أحد الأسود الجواميس يتجمع عدد كبير من الجواميس للقتال والدفاع عن أحد أفراد المجموعة، وينجحون في الغالب في طرد الأسد وإلحاق الضرر به بقوة. خامساً الغزال. الغزال من الحيوانات البرية، وهي أيضاً الفريسة المفضلة للحيوانات المفترسة. يمكنهم الركض بسرعة كبيرة ليهربوا من هؤلاء الحيوانات المفترسة، ولكن هناك بعض المفترسين الذين يمكنهم أيضاً الجري بسرعة من الغزال. عندما تشعر الغزالة إنها في ورطة كبيرة، ليس لديهم خيار سوى القتال. الغزال له قرن حاد طويل، والتي يمكنهم استخدامها للدفاع عن نفسهم. الغزال هو حيوان اجتماعي يعيشون في مجموعة كبيرة، ويستخدم كل منهم وسائل أخرى للبحث عن الحيوانات المفترسة وإبلاغ الجميع أنه يوجد حيوانات قريبة مفترسة ليهربوا بسرعة. سادساً الفيل. بالطبع عندما يكون هناك فيل كامل النمو، بالطبع يكون ليس لديه أي مفترسين،
مثل الأسود عندما تحاول مطاردة فيل أكبر، يكون الأمر أكثر خطورة وأصعب على الحيوانات المفترسة لافتراس الفيل. ولكن عادة ما يكون للفيل الصغير عرضة أكثر للافتراس من الفيل الكبير، ولكن إذا لاحظت الأم الافتراس يكون الأمر خطير على الأسد. اقترب منه أسد عندما كان يصلي، انظروا ماذا فعل معه. هذه القصة تحكي رواية لرجل سائح كان يصلي صلاة المغرب في أحد الغابات، حيث حان وقتها وقد كان يصلي على العشب في الغابة، وفجأة ظهر أمامه أسد ضخم للغاية، أصابه الرعب والصدمة وهو يصلي، ولكن أصر الرجل أن يكمل صلاته، وكان متأكد بأن الله سيحمي من هذا الأسد الضخم بالتأكيد. الأسد تحرك نحو الرجل وهو يصلي ويقترب منه للغاية، وكلما يستغرق الرجل وقت في الصلاة يقترب منه الأسد ببطء شديد. كان يريد الرجل أن يقطع صلاته خوفا من بطش الأسد به، إلا أن الرجل قام بفعل رهيب ربما لا يستطيع الكثير منا القيام به، حيث أن الرجل توقف تماما وأصر أن يكمل صلاته ولم يخاف من الأسد قط حتى انتهى من صلاته كلها. المفاجأة التي حدثت أن الأسد عندما اقترب من الرجل ثبت في مكان معين قريب منه وهو يصلي ولم يتحرك، وثبت مكانه ولم يهاجم الرجل حتى أنهى الرجل الصلاة وخرج منها، فتفاجأ أن الأسد يذهب بعيدا ويفر هاربا. سبحان الله، ماذا كنت ستفعل أخي وأختي لو كنت مكان ذلك الرجل؟ هل كنت ستفر هاربا خوفا من بطش الأسد بك؟ أنتظر تعليقاتكم، نسأل الله السلام والثبات لنا ولكم. شاهد ماذا فعل الأسد عندما فتح باب السيارة. لحظات تم تصويرها بالكاميرا لم يصدقها أحد. أولا، في أحد الغابات ذهبت عائلة بالسيارة إلى داخل الغابة حتى يشاهدون الأسود، ولكن الصدمة أن أحد الأسود ظهرت خلف السيارة. وليس هذا فقط، بل حاول الأسد فتح باب السيارة وفي النهاية حدثت الصدمة. لنشاهد سويا. هذا المقطع قديم جدا، كان يصور أب جريء جدا، حيث أن الأب وضع أبنائه على الأسد حتى يقوم بتصوير صورة تذكارية جريئة مع الأسد، ولكن ما فعله الأسد كان كارثي للغاية. لنشاهد ما حدث سويا. خليك أسد، خلاص اطلع هنا، عادي عادي والله انه عادي، والله انه عادي، والله انه عادي. لحظة لحظة يا عزيزي، لحظة مريض امسك راسه يا ولدي، امسك راسه، اجرب زيادة. خليك اسد، ابن الاسد خلف اسد، يبقى اسد في كل حال. وقوش لطيف لا مش هكذا يا اخي. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الاعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.